هذا ما كان يطمح إليه سامي الجابر، أن يكون فريقه من الخمسة الأوائل، لا يغادر المركز السادس في الموسمين الماضية. تصل الكرة، محاولة والتسديدة وتقليص الفارق للوحدة. جول، ليس بعد. الهدف يأتي الآن لمصلحة الوحدة. تقليص الفارق الآن يأتي. عادل عبد الرحمن يناظر الوقت وتناظر الساعة. باقي الوقت. لكن من هو؟ هو الهداف، هدافهم وكبيرهم مختار فلاتة، من يحرز هدف تقليص الفارق. من يأتي بهدف تقليص الفارق؟ من يأتي بالهدف الرابع عشان له ليعادل محمود كهربا في المركز الثاني من ناحية الهدافية.